قصص العطاء يتوالى أبطالها، متطوعو الهلال الأحمر الكويتي الذين لم تثنهم الأجواء الحارة عن مواصلة تقديم عطاءاتهم رغم انتشار هذا الوباء. نعم، دور جديد يجسده متطوعو الهلال الأحمر من خلال توزيع المساعدات والمواد الغذائية على قاطني منطقة حولي في مشهد يؤكد استمرار تدفق نهر الخير في ظل أزمة كوفيد-19. تستمر قوافل العمل الخيري والإنساني التي تمضي بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي ضاربة أصقاع البلاد من شرقها لغربها شمالها وجنوبها لتوزيع السلال الغذائية على من يحتاجها. وهي اليوم تقوم بتوزيعها في منطقة حولي بتنظيم وإشراف من رجال وزارة الداخلية. اليوم احنا قاعدين نوزع بحوالي 2000 سلة غذائية بالإضافة 2000 علبة حليب، ويأتي ذلك استكمال لدور جمعية الهلال الأحمر في توزيع المواد الغذائية للمناطق. هم يقدمون الدعم الغذائي كذا، واحنا الدعم الأمني وكذلك حتى انها توصلهم هذه السلال. وضعنا خطة أمنية للترتيب والتنسيق والتنظيم، هذا اللي تشوفونه كله ما كان وفق خطة احنا وضعناها للتوزيع، وكذلك حتى يكون الكل مرتاح في هذا التوزيع. هؤلاء المتطوعين لم تمنعهم ولم تثنيهم حرارة الشمس من العطاء، بل كانوا دائما في الصفوف الأولى لتقديم الدعم والمساندة لكل طالب لها في ظل هذه الجائحة الصحية. واحد يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ودائما نفتخر نحن كمتطوعين بهذا التواجد الميداني لنساهم قدر الإمكان مع الجهات المعنية لتخفيف معاناة إخواننا وأشقائنا المقيمين على هذه الأرض الطيبة بتوفير هذه المؤن البسيطة التي تساهم في تخفيف معاناتهم. طبعا العمل الإنساني هذه هوية الهلال الأحمر الكويتي، وإحنا جبلنا على هذا العمل، والحمد لله كثر ما نعطي وكثر ما نقدم من أعمال إنسانية ما نحس بتعب. صور تعكس تكاتف المجتمع لعبور هذه الأزمة بتعاون كبير بين الكثير من الجهات. ها هم أهل الكويت الذين جبلوا على العطاء بتبرعاتهم السخية، وها هم متطوعو الهلال الأحمر الكويتي يضربون أروع الأمثلة في البذل والتضحية. من منطقة حولي، ديما دحدل، تلفزيون دولة الكويت.